آخر في بلد متوسطي هو ليبيا. لن نستطيع ترك القوى الأجنبية أيا كانت تنتهك حظر السلاح على ليبيا. برنامج إيريني تشكل إحدى أدوات الاستجابة الأوروبية، لكن يجب أن يكون الحضور الأوروبي أكبر ليكسب مصداقية أكثر. أداة أخرى للحل هي ضرورة فرض عقوبات كشرط أساسي للتوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق مسار حقيقي يمكن من إيجاد حل سياسي للصراع الليبي. وفي هذا الاتجاه أؤكد لكم